اسمح لي الحاج 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 بدعاء الصالح. وذلك ما ثبت في مصنف ابي شيبه وفي مصنف عبد الرزاق نظر اليه. اللهم اغفر لنا اجمعين واغفر لموتى المسلمين اجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك برسالة تحشرنا في سمرة الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل على ما قلته لكم جميعا إلى الحسن المصير إليه. وأبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.